من الذي قتل أبو اليمامة في حادثة معسكر الجلاء؟ وما هو سر تزامن ثلاث جرائم للحوثي وداعش والقاعدة خلال يوم واحد في الجنوب؟ هل هناك مخطط إماراتي سعودي لتفخيخ عدن بسيناريو الفوضى وتعزيز الانقسام السياسي والاجتماعي في الجنوب؟ أهلا بكم. أصدرت أسرة القيادي في الحزام الأمني منير اليافعي الذي قتل في حادثة الجلاء قبل أيام بياناً طالبت فيه المجلس الانتقالي والتحالف العربي لتشكيل لجنة تحقيق واستقصاء ملابسات حادثة مقتل أبو اليمامة. ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يشكك فيه مراقبون من السيناريو المعلن لمقتل أبو اليمامة واحتمالية أنه تم تصفيته من الخلف. الحوثي يستهدف معسكر الجلاء، داعش تستهدف قسم شرطة في الشيخ عثمان، والقاعدة تسيطر على منطقة المحفد في أبيان. ثلاث حوادث حصلت خلال 24 ساعة بالتزامن. هل هي مجرد صدفة؟ أم أن هناك مخرج كبير يتحكم بخيوط اللعبة في الجنوب ويحرك أحجار الدومينو وفق مصالحه ولو على حساب شعب بأكمله؟ قتل أبو اليمامة ووزعت الاتهامات ونكل بالبسطاء من أبناء المحافظات الشمالية، أعلن قاتل عن نفسه وتوارى آخر. قالت ميليشيا الحوثي إنها شنت هجوما بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي، وقال آخرون إن القاتل لا يزال مجهولا أو يراد له أن يظل كذلك. وأعلنت أسرة أبو اليمامة تأجيل مراسم تشييعه حتى إشعار آخر. وطالبت أسرته في البيان المجلس الانتقالي والتحالف بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والبحث عن حيثيات وزوايا الجريمة. يرى بعض المراقبين أن هذا السيناريو دفع أعضاء المجلس الانتقالي لرفض رواية ميليشيا الحوثي، خصوصا فيما يتعلق بجزئية استهداف أبو اليمامة دون غيره من القيادات المتواجدة على المنصة لحظة الحادثة. هي محاولة إذن لخلط الأوراق عبر خلق حالة من الفوضى في الشارع الجنوبي بتصفية أبو اليمامة وحسابات أخرى كما يراها البعض. يقول مقربون من الأحداث إن اختراق معسكر الجلاء المحصن بالمنظومات الدفاعية لا يمكن أن يتم إلا من خلال عملية تواطؤ من الداخل، تأكيدات أن ما حدث لم يكن سوى مجرد إبداء حسن نية من قبل الإمارات تجاه إيران بعد التقارب الأخير. تتعدد السيناريوهات، إلا أن جزءا من النص يظل مفقودا بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية. تداعيات الحادثة والتي أسفرت عن ترحيل عدد غير يسير من أبناء المحافظات الشمالية كشفت أيضا عن جانب من التضامن الشعبي مع العمال الشماليين جراء عمليات الاعتداء التي طالت ممتلكاتهم. مؤخرا علت ما يمكن وصفها بحالة من ترشيد الخطاب، وبدأت تسري في منصات التواصل الاجتماعي من قبل النخبة الجنوبية لوقف حملات الكراهية. وسيبدو لكل الأصوات التي ساهمت في نشر خطاب الكراهية أنها أهدرت طاقتها في معركة خاسرة ضد أناس بسطاء. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا في الاستوديو الناشط الحقوقي والسياسي عادل الحسني، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ عادل. مساء النور، بارك الله فيكم. أهلا بك. إذا ثلاث حوادث في الجنوب خلال 24 ساعة بالتأكيد تابعتها، الحوثي في الجلاء وداعش في قسم شرطة الشيخ عثمان والقاعدة في المحفد، هل هذا التزامن برأيك من قبيل الصدفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء دعيني أن أترحم على الشباب الذين قتلوا في مدينة عدن، ونرفع إلى أهاليهم أحر التعازي، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة. الشباب الذين سقطوا في شرطة الشيخ عثمان بالعشرات، ومع أن الإعلام والوسائل كثيرة ما تطرأت لهؤلاء الشباب وانتقلت إلى الطرف الآخر، الذين أيضا هم من أبنائنا من أبناء يافع، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة والمغفرة. فالجميع ضحايا في اليمن. المتابع للسير الأحداث في اليمن يتجلى له تماما أن هناك مخرج لهذه الأمور كلها. فلا يعقل أبدا أن تنظيمات لها أجندة مختلفة مثل
الحوثي أو داعش أو القاعدة والتي هي متصارعة فيما بينها البين، أن تنشط في 24 ساعة في 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 نسق واحد، في منظومة واحدة، في إسقاط المناطق، في إسقاط معسكرات، في إلا وهناك مخرج يريد الفوضى، وهذا ما يسمونها الفوضى الخلاقة. أتت هذا كلها بعد إعلان الإمارات الانسحاب من حرب اليمن، وكما أسلفنا وهو واضح العيان أنهم انسحبوا من معركتهم مع الحوثي وبقيوا في الجنوب بحجة مكافحة الإرهاب والفوضى. فحتى يسوقوا لأنفسهم بقائهم وتواجدهم في الجنوب لابد من إحداث فوضى عارمة وسخط وصخب، وبعد ذلك حرفوا البوصلة إلى البسطاء حتى ينتشر العالم أن الفوضى هي السائدة في الجنوب، ثم سيأتي دورهم في الأيام القادمة ليقولوا. إذن هل هناك مخطط يعني حقيقي لإغراق الجنوب بمزيد من الفوضى برعاية الرياض وأبو ظبي كما يقال؟ والله خلية محمد بن زايد، طحنون بن زايد الموجودة في دبي، الكل يجني ثمارها في اليمن وفي غير اليمن، وهذا الناس كلها عرفت هذا الشيء. ونحن في اليمن نحن إلا جزء من هذا السيناريو الكبير الخطير، والذي يعني يستهدف المنطقة كلها بالفوضى، وهم لن يسمحوا أبدا لليمن بالاستقرار. في الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية إلى الرياض وعدوه بترتيب وزارة الداخلية، ترتيب 130 ألف في وزارة الداخلية السعودية ستقوم بمرتباتهم وترتيبهم، ووصلت بعض الآليات إلى عدن، ووصلت قوة السعودية، واليوم أيضا وصلت قوة السعودية. فسيبدأ الدور الإماراتي بالضعف في الجنوب، فهي هل ستقبل ذلك برأيك؟ نعم لن يعني تقبل، أن تقبل. وقلت هذا يعني هم يعني كما هو ظاهر انسحبوا شكليا، ولكن بعد أن زرعوا أيديهم في المنطقة، فهل من الممكن التسليم للسعودية بهذه البساطة؟ حتى هم لم ينسحبوا، 3000 جندي إماراتي موجودين في عدن، ما زالوا في عدن. 1500 جندي موجودين في حضرموت، في ميناء الضبة، وفي مطار الريان، وفي مصفات بلحة. كيف سيكون الوضع مع وجود قوة سعودية تتحدث عنها؟ لا شك أن هناك خلاف بينهم وتقاسم أدوار، ونحن الضحية. منذ 5 سنوات والأخوة الخليجيين لا يوجد لهم مشروع واضح في اليمن سوى مشروع الفوضى، مشروع تمزيق اليمن، تفتيت اليمن. أوهموا بعض البسطاء هل يمكن أن يتصارع أن سيكون فيما انفصال بينهم البين على أرض اليمن؟ لن يصل إلى مرحلة الصراع، سيصل إلى مرحلة أن يكون كل واحد أجندة وبرامج ودعم وتوزيع سلاح هنا وهناك. ما الذي سينتج عن ذلك؟ يعني نعلم أن السفينة بربانين لا تسير، ما بالك بهذا العدد الهائل من الجنود والقوات والقادة الذين يحركونهم يمينا وشمالا؟ يعني إذا هناك قوات سعودية وهناك قوات إماراتية، ما الذي سيصنعون هؤلاء؟ والله النتائج هي واضحة للعيان، النتائج هي أمامك وأمام العالم كله. 5 سنوات والمناطق التي ينبغي كانت أن تقام فيها الدولة ومؤسسات الدولة، وتأتي الوزارات وتأتي البنية التحتية وتعاد الوظائف للشباب، جندوا الشباب كلهم في معسكرات، عسكروا الحياة. اليوم كما قلت أنا أكررها مرارا أن الطبيب والمهندس والمدرس أصبحوا عسكر في الساحل الغربي وفي الحدود السعودية، بحثاً عن الراتب. يعني حتى هؤلاء الشباب الذين قتلوا في الجلاء وفي الشيخ عثمان، هؤلاء لا يحبوا الإمارات، لا تصدقين الناس محبين الإمارات ومحبين السعوديين، لكنهم لقمة العيش. مع أني أنا لا أوافق على هذا، والله لو يبيع الشخص مساويك ولا يبيع عطور ولا يرضى أن يكون جنديين مع هؤلاء، هؤلاء ضد بلدك، هؤلاء سيدمرون بلدك بك. لكنهم كما قلت لك استغلوا جهل الناس واستغلوا حاجة الناس. إذن بالتأكيد تابعت بيان أسرة أبو اليمامة، والتي أصدرت بطلب أو تطالب بلجنة تحقيق، بمعنى أنهم لم يسلموا بالرواية الحوثية أن الحادثة قصف طائرة مسيرة، خاصة وأن أيضا الرواية الحوثية يعني لم تكن رواية واحدة، تعددت رواية، بعض الأحيان يقولون طائرة مسيرة، وأحيان يقولوا صاروخ، وأحيان يعني لم تثبت لهم رواية واحدة. وهناك أيضا أنباء أن أبو اليمامة قتل من حلفائه وتم تصفيته، هل هذا السيناريو وارد برأيك؟ أولا الناس التفتت إلى بيان أسرة أبو اليمامة ولم تلتفت إلى بيان أسرة
الشهيد ياسر الكلدي الذي قتله أبو اليمامة في معسكر القلاع تحت التعذيب، وكم من العشرات قتلوا في معسكر أبو اليمامة الإمامة بالتعذيب حتى الموت. أبو اليمامة ذهب إلى ربه ونحن لا نحكم له بجنة ولا بنار ولا نذكر الموتى إلا بمحاسنهم، لكن على الناس أن تتجه إلى الجرائم الأخرى، لا نكيل المكيالين، النفوس هي واحدة والعدل لابد أن يقال. لا أنا هذا لا نتحدث فقط عن البيان كفكرة بيان أستاذ عادل، ولكن ما وراء هذا البيان؟ يعني إذا كانت أسرة المجني عليه يعني تتحدث بأنها تريد مطالبة بتحقيق كامل وأجلت الدفن، إنها تشك أن تكون أن يكون الحوثي وراء هذا الحادث، يعني أن هناك أيدي خفية لمقتل هذا الشخص. هل يعقل أن تكون فعلا الإمارات تريد تصفية من كانوا معها؟ لماذا يعني قد تتجه هذا المنحى؟ والله هذا مفروض يكون أولا أهل الاختصاص من أصحاب التكنيك والبحث الجنائي مفروض ينجروا إلى مكان الحادث يأخذوا، لكن هي تبغى تحاليل. يعني أما أنا كقناعتي كمتابع أن الحوثي أصبح اليوم أقوى من الأمس، ويجب الناس أن نتفهم هذا الكلام، لا نعيش عقد المؤامرة وكل شيء مؤامرة. الحوثي يضرب في عمق السعودية، الحوثي يضرب في عمق مأرب، ضرب بيت سلطان العرادة ودك بيت سلطان العرادة، وسلطان العرادة كما يقول خصومه أنه من حزب الإصلاح حتى لا يقال مؤامرة الإصلاح ما أصلح، ويدك في أماكن وأرهب الإمارات وسلمت الإمارات ودعنت أنها انتهت حرب الحوثي معها. فالحوثي وراه دولة وراه خبراء وراه، وأنا أخبرك أني عندما كانوا معي أسرى حوثيين حققت معهم وشددت عليهم في هذا الباب، هل يوجد إيرانيين معكم خبراء؟ فالحقيقة لا يوجد إيرانيين، لكن يوجد خبراء لبنانيين من حزب الله اللبناني وهم مدربين تدريب قتالي عالي. فأنا مقتنع تماما أن الصاروخ حوثي الذي انطلق، لكن من الذي اتصل بأبو اليمامة؟ الاتصال الأخير تلك اللحظة حتى يخرج يعني، من الذي أعطى الحوثيين الأحداثية؟ لا يقول عاقل، لا يقول مجنون يعني أن أصحاب الخضرة والفواكه الذي اتجهتم إليهم هم الذين اتصلوا بأبو اليمامة. ينبغي لكم أن تعرفوا من الذي اتصل بأبو اليمامة، من الذي يمتلك، ومن هو أبو، من هو الشخص الذي أبو اليمامة سيترك المنصة وسيترك لأجل كل شيء ويخرج من 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 ضيوفه ويذهب بعيدا ويكلمه أن يكون ضيف من يعني حتى كان الهدف أن يخرج من المنصة حتى يستهدف هو، يعني من كانوا في المنصة لم يعني. الصاروخ حقيقة بدون أي شك هو وجه على شريحة منير اليمامة. من الذي أعطى الأحداثية؟ من الذي أعطى الرقم؟ من الذي اتصل؟ لا نستطيع الجزم، لكن صراحة الشكوك كبيرة جدا في أن الإماراتيين لهم بصمات فيها. لماذا قد تتخلى عن شخص يدين لهم بولاء مطلق؟ أولا أحداث الفوضى لابد أن يسبقها حدث كبير، وكذلك الصناديق السوداء انا نبهت مرارا وتكرارا انه سيتم التخلص منه. نعم، اذا اسمح لنا ان ينضم معنا فتحي بالازرق رئيس تحرير موقع عدن الغد عبر الهاتف من عدن. مساء الخير استاذ فتحي. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمه. أهلا بك. إذن أستاذ فتحي، في أي سياق تقرأ ما تتعرض له عدن من حوادث تضرب أمنها سواء حادثة الجلاء أو الشيخ عثمان؟ حقيقة الوضع الأمني والسياسي والعسكري في عدن هو وضع مضطرب، لم يستقر حتى شهر واحد منذ تحرير عدن في يوليو 2015 وحتى اليوم. كانت المعركة بداية الأمر بين الحكومة الشرعية أو بين المقاومة والجيش الوطني والحوثيين، ثم تدخلت الأمور لاحقا خلال السنوات الماضية، فصارت الصراع ما بين الحكومة الشرعية وما بين التحالف، ما بين التحالف وأطراف التحالف الأخرى، ما بين الحكومة الشرعية وفصائل مسلحة أخرى، ما بين الميليشيات أنفسها وما بين الحوثيين وكل هذه المنظومة. لذلك لا يستطيع أي محلل سياسي أن يتنبأ بالوضع العام في مدينة عدن أو أن يوضح الصورة الحقيقية لماهية هذا الصراع. الصراع في عدن متداخل لدرجة أنك لا تستطيع أن تفهم الهجمة الفلانية المسلحة أو التهجير الفلاني من يقف خلفه. الأطراف متشابكة والصراع دامي للغاية، والأطراف مشتبكة بشكل كبير، وبالتالي الخارطة السياسية والأمنية والعسكرية للأسف الشديد غير واضحة. اللجنات الأخيرة في عدن لا نستطيع مثلا أن نقول أن الحوثي هو من نفذها، رغم أن الحوثي أساسا هو ادعى، لأن الأطراف الأخرى لاحقا شككت في رواية الحوثي، وبالتالي وضعتنا أمام فرضية أنه ربما يكون هناك طرف ثالث، وبالتالي لا أستطيع شخصيا أن أقول أن خارطة التحالفات أو خارطة الصراع السياسي الأمني العسكري
في عدن يمكن ان تكون واضحه، للاسف الشديد هي خارطه مبهمه للغايه. اذا هل ترى ان الامور باتجاه تسليم ابو ظبي عدن للرياض، ام ان هناك تغير، يعني لن يكون هناك تغير في موازين القوى في عدن خلال الفتره القادمه حتى بعد اعلان الامارات انسحابها؟ حقيقه حتى اليوم لا يوجد اي انسحاب امارات من عدن بالمطلق، والتحالف بدا معركته السياسيه والعسكريه كتحالف موحد يضم القوات العسكرية السودانية والإماراتية والسعودية بالإضافة إلى قوات الجيش الوطني والمقاومة البنوبية. المعركة تستوجب أن كل هذه الأطراف تبقى، لكن تبقى ضمن علاقة سياسية واضحة، ضمن مصالح مشتركة وحقيقية، ضمن آلية عمل موحدة تبقى لكي تستكمل المشوار، لأنه للأمانة لا يستطيع طرف من الأطراف أن يسير منفردا دون الأطراف الأخرى، وأيضا لا يستطيع طرف من الأطراف أن يذهب نحو مصالحه الخاصة ويترك القضية الأساسية التي جاء من أجلها. نحن بحاجة لتعزيز الحكومة الشرعية، وبحاجة أيضا لإنصاف الجنوبيين في مطالبهم السياسية كافة، وبحاجة إلى أن التحالف ينفتح على بعضهم البعض ضمن حوار شفاف لطرح ما هي المطالب التي يجب ان تتم او يتم تنفيذها اولا، ومن ثم القفز الى المطالب الاخرى. كل هذه الاطراف للاسف الشديد ليست واضحه فيما بينها البين. التحالف هناك اجهزه فيما بين التحالف، هناك اختلافات باتت واضحه للغايه. الحكومه الشرعيه بعيده، تعيش في المهجر منذ 4 سنوات، فصائل الحراك وفصائل المقاومه ايضا باتت تعيش حاله من الشتات. كل الاطراف للاسف الشديد لا تعمل ضمن منظومه واحده، والا لو ان هذه كل هذه الاطراف عملت منذ اليوم الاول لتحرير عدن اعتقد كنا انجزنا الكثير منها، لكن للاسف الشديد تداخلت المصالح، تداخلت تشابكت التحالفات، ولم يتمكن اي طرف من الاطراف الخطوة إلى الأمام. الحكومة الشرعية لم تتمكن، التحالف أيضا فصائل المقاومة والحراك الانتقالي أيضا لم تتمكن ولم تتمكن، وكل هذه الأطراف عليها أن تعي أنها لم تستطيع أن تتحرك إلى الأمام خطوة واحدة إلا متى ما رتبت الأولويات كل أولوية واحدة منها. نعم، إذا نبقى معنا قليل الأستاذ فتحي، سأعود إليك بعد أن أخذ رأي الأستاذ عادل حول ما طرحته. يجد الأستاذ فتحي ربما سمعت إليه أن كل الأطراف يعني تعمل وفق منظومة مختلفة، لم تتوحد الأطراف لهدف واحد أو تحت منظومة واحدة، الشرعية يعني خارجة تماما عما يحدث في البلد، السعودية يعني بمنظور وبمنظومة مختلفة عن ما يحدث في الإمارات، كل ذلك يعني إن لم يتم تداركه فلن ينتج شيء غير الفوضى. كما أسلفت لك أختي العزيزة والسامعين الكرام أن الوضع في اليمن يتجه نحو المجهول، ولا يستطيع أحد اليوم أن يقرأه قراءة مكتملة. يعني إلى أين نسير؟ أطراف متنازعة، خلاف دولي، البلد تحت البند السابع، البلد تحكمها ميليشيات، عصابات لا تعترف بدولة، لا تعترف بمؤسسة دولة، لا تعترف بنظام، لا تعترف بقانون، فالنتيجة ستكون مؤلمة جدا. لكن يعني اليوم شبه وعي كبير جدا في المجتمع اليمني، في النخب، في القيادة السياسية، في الأكاديميين، في الإعلاميين، في الصحفيين، أن الناس لابد أن توصل إلى قناعة مكتملة أن المنتصر مهزوم في اليمن. ستنتصر على من؟ الدم الذي يسفك دم من؟ الأرمل التي ترمل من؟ اليتيم الذي يتم من؟ والله إني أكلمك وقلبي يعتصر على كل قطرة دم تسيل في بلادنا. إلى أين؟ كم من الدماء، كم من قبر يعني سيكفينا يا أخواني؟ كم من الدماء ستترويكم أيها تجار الحروب يا من عشتم على أشلاء الناس وعلى دماء الناس؟ اليوم هؤلاء أغنياء وأثرياء، والله يؤكد لك هذا الكلام، وأنا أعي ما أقول، أنهم تجار حروب وصاروا أثرياء في الدول، والناس تجني الثمن، الناس اليوم تأكل من الغمامة، الناس اليوم مشردة في البلدان،
الناس تبحث عن جواز سفر لتسافر به، الناس تبحث عن 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 شربة ماء. نعم. وهؤلاء يتاجرون بهذا إلى متى؟ إذن ربما تساؤلات الأستاذ عادل يعني هي في محلها، والناس البسطاء هم من يدفعون الثمن فعلا أستاذ فتحي، وهناك خطاب تحريض من بعض الجهات والعناصر داخل عدن خلق شرخ اجتماعي، يعني الناس كانوا في غنى عنه في ظل كل هذه الظروف. هل ترى أن الأمور ستذهب باتجاه التصعيد، أم أن صوت العقل هو من سيفرض أو سيفرض في نهاية الأمر؟ حقيقة الحرب طالت والناس تضررت بشكل كبير. بعد 4 سنوات من الحرب شخصيا اعتقد ان صوت العقل بدا يحضر بشكل كبير في اوساط النخب، في اوساط السياسيين، في اوساط الاعلاميين، في اوساط القطاع كبير جدا. الدعوات الى استمرار الحرب لم تعد مثل الدعوات التي كانت قائمه قبل 3 سنوات أو 2 سنوات من اليوم، لكن في الاخير قرار الحرب ووقفها هو قرار دولي او ربما مرتبط بمصالح دوليه، لكن وجود حاله من الطقس المجتمعيه الرافضه لقرار الحرب واستمراره هذا امر مهم وربما يعجل بوقت الحرب. دعوات التحريض الاخيره في عدن، المجتمع اتفق عن بتره ابيه، ان هذه الدعوات لم تكن انسانيه وكانت غير مقبوله، والمجتمع باحزابه بمكوناته السياسيه بانشطته الثقافيه رفض رفضا مطلقا ما حدث، وهذا شيء انا شخصيا لم اكن اتوقع حدوثه بهذه القوه وبهذا الحضور. في الاخير الناس لديها مطالب سياسيه على عيني وراسي، لديك قضيه على عيني وراسي، لكن لا يمكن ولا يعقل ان تتوجه المطالب السياسيه لتنال من بائع خضره او بائع صاحب محل تجاري او خلافه. التوحد الجماهيري خلال الايام الماضيه ضد كل هذه الدعوات، ضد كل هذه الممارسات، كان ممتاز جدا ويؤكد ان المجتمع اليمني شمالا وجنوبا وفي كل المدن لن يتسامح ضد اي دعوه كراهيه تنال شخص فريد. المجتمع لا زال بخير، التحركات الاخيره افضت الى وجود وعي مجتمعي جميل جدا، رفض جمله وتفصيلا ما حدث، وفي الاخير الحرب هذه ستنتهي والاضرار للمدنيين امر مرفوض من كل الاطراف. انا متفائل جدا بعد الازمه الاخيره اللي حصلت في العالم ان الناس لن تسكت بعد اليوم لاي انتهاك او لاي ممارسه خاطئه من اي طرف كان. نعم. اذا باعتقادك ما هو واجب رئيس الوزراء وقيادات الشرعيه الذين يتحملون المسؤوليه القانونيه امام الناس عن كل ما يحدث للمواطنين في عدن؟ هذه الجزئية أنا أوضحتها هذا المساء في لقاء مع قناة اليمن الفضائية، قلت أنه في الأخير الناس لا يعرفون التحالف، لأنه التحالف في الأخير طرف غريب عن الأرض وأجنبي. في الأخير هناك حكومة شرعية تقول أنها المسؤولة عن اليمنيين، عن مشاكل اليمنيين، عن أوضاع اليمنيين، وبالتالي فنحن كيمنيين لا نعرف ولا نستطيع أن نساءل أي طرف الا طرف الحكومه الشرعيه والرئاسه اليمنيه، طالما انهم يقولون انهم الممثلون او الممثلين للشعب اليمني فعليهم هذه الالتزامات كامله، حمايه كل اليمنيين في كل الاراضي اليمنيه، رفع الظلم والضرر عن كل يمني، بالتالي نحن لا نعرف ان الرئيس هادي والحكومه ورئاسه الحكومه وكل المسؤولين، وزير الداخليه، كل المسؤولين هم الجهه المسؤوله للحفاظ على حياه كل يمني، للحفاظ على حقوق كل يمني، والاعتداء مجتمعيا هو امر مرفوض، ولكن في الاخير على الحكومه ان تكون واضحه وصريحه. اذا كانت تستطيع ان تحمي الناس وان تحمي مصالح الناس فلتتحدث وتسعى. ان لم تكن لا تستطيع فلتخرج للناس ببيان واضح تقول للناس نحن لا نستطيع حمايه الناس، وبالتالي الناس سيتدبرون امر حمايتهم، لكن هناك ايضا الحكومه في الامانه امس كان هناك تحرك حكومي جيد، وزاره الداخليه ايضا تحركت، الرئاسه ايضا تحركت، لكن في الاخير الامور متداخله، ومهما كان التداخل نحن لا نعرف الحكومه ابدا من مثل هذه الالتزامات. نعم. اذا شكرا جزيلا لك فتحي بالازرق رئيس تحرير صحيفه عدن الغد، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عوده اليك استاذ عادل، ولو عدنا الى
إطار الحديث عن ما يحدث في عدن، اليوم كتبت في صفحتك أن هناك 34 قاطرة محملة بالسلاح في طريقها لعدن، هل يفهم من ذلك أن هناك عملية تسليم واستلام بين الرياض وأبو ظبي لعدن والمحافظات الجنوبية؟ لا هو سباق، كما قلت لك هو سباق. الجنوب منطقة استراتيجية، الجنوب فيها امتداد ساحلي كبير جدا، الجنوب يربطهم بالقارة سلطنة عمان، الجنوب أيضا له حدود كبيرة جدا مع المملكة العربية السعودية، الجنوب أيضا في ملف ساخن جدا يعني الكل يصدر نفسه من خلاله، وهو ملف الإرهاب. على أساس أن الإرهاب موجود في اليمن، على فكرة أنا التقيت بمجموعة من الأمريكيين، سأصرح لكم عبر هذا، فقلت لهم يعني ما الداعي للتعامل مع الإماراتيين لهذا الحد؟ قالوا نحن نتعامل معهم في ملف واحد وهو ملف الإرهاب. الإمارات يجب أن السلطة الشرعية إذا أرادت أن تكون سلطة حقيقية ملف واحد هو الذي سيعطيها الأول، ملف واحد هو ملف الإرهاب. إن كانوا رجال دولة ويفهموا الكلام خذوا ملف الإرهاب بس من الإمارات، انتهى موضوع الإمارات. الأمريكيين يقول نحن على الأرض لم أحد يصدر نفسه كقوي على الأرض، الإماراتيين شكلوا لهم قوة عسكرية أحزمة ونخب مهمتها مكافحة الإرهاب، نحن نتعامل معهم من خلال هذا. إذا السلطة الشرعية عندها قدرة على زمام هذا الأمر ملف الإرهاب، فقلت لهم أبشروا، إذا كان عدد الإرهابيين 200 نفر في البيضاء وفي أبين لن تخرج الإمارات إلا وهم 100,000 أو 200,000، هي التي ستفرخ الإرهاب وهي التي ستزرع الإرهاب بهذا. يعني ألا يوجد كلمة للسعودية كونها قائدة التحالف على الإمارات؟ يعني هل يعقل أن المسألة مجرد تنافس وسباق من سيسيطر أولا؟ السعودي كما قلت أنا سابقا يعني عندهم وهم أنهم لا يستطيعون خوض المعركة لوحدهم، وأنهم لا يستطيعون التخلي عن الإمارات باعتبارها أكثر تنظيما وترتيبا منهم. الحقيقة أنهم أكثر تنظيما وترتيبا منهم، مش هم الإماراتيين. الإماراتيين كل شيء في مجالهم العسكري معتمدين على الشركات الغربية. أنا عشت سنة كاملة عند الإماراتيين في معسكر الإماراتيين وعرفت كل شيء. كل الشركات التي تترتب الإماراتيين هي شركات غربية، سواء كانت في شركات فرنسية، سواء كانت شركات إسرائيلية، سواء كانت بلاك ووتر، كولومبية، موجود المحققين الأمريكي، كل شيء غربي. فالإماراتيين استأجروا هذه الشركة الأمنية وهي التي ترتب لهم هذا العمل، وهم من يرتب هذا العمل. حتى في مأرب أول من رتب العمل هم الإماراتيين، ومن رتب العمل في الجنوب هم الإماراتيين. السعوديين فوضى يعني صراحة، وعندهم هذا المسألة، عندهم خوف شديد من موضوع الحوثي. لا الإنسان يحسب، الكثير من الناس يعتقد أن السعوديين ماخذين أمر الحوثي موضوع، لا، الحقيقة أن السعوديين وصلوا لمرحلة تخوف كبير جدا من الحوثيين. إذن هل نستطيع اليوم أن نقول أن أبناء الجنوب أصبحوا وجها لوجه أمام السعودية أيضا، أم أن الإمارات لا زالت هي التي تتحكم بالمشهد حتى بعد إعلان الانسحاب؟ نحن لم نجد من الأخوة الخليجيين سواء كان السعوديين أو الإماراتيين إلا القتال الداخلي، إلى الدماء، إلى الميليشيات، إلى العصابات، هذا يسلح طرف، هذا يسلح طرف. نحن لم نجني منهم بنية تحتية، لم نجني منهم حتى ما دمروه من الجسور والأماكن الحيوية، لم نجني منهم الوظائف المدنية، لم نجني منهم قيام دولة، لم نجني منهم اعتراف عالمي بناء وفسح. والله وأنا آتي إلى القناة الآن في هذا الساعة لما أتيتكم، وأنا أتلفت يمين وشمال والعالم منطلق في بنيانه، في جسوره، في جامعاته، في، ونحن سنتناقش على موضوع الدماء التي تسيل في عدن ومن يقتل من ومن الطرف كريم. والله وهذا الأخوة الخليجيين للأسف يعني يتحملوا وزر كبير خلال هذه السنوات، كانوا قادرين على حسم هذا الأمر. طيب ألا تعتقد يعني أنه أيضا هم يدفعون ثمن ما سيحدث وسيدفعونه؟ يعني إذا ظلت البلد غارقة بالفوضى لن تنجو السعودية بالذات؟ اللاعب الحقيقي في اليمن هم الإمارات، من سيدفع الثمن مؤخرا هم السعودية، من سيجني الثمار هو الحوثي. ألم تدرك المعادلة؟ خليني بالله أكمل هذه الأربع الكلمات. من يلعب في اليمن اللاعب الحقيقي على المسرحية كلهم الإماراتيين، وخلية طحنون بن زايد بالذات وضابطهم الموجود في اليمن هو أبو خليفة. من سيدفع الضريبة إن لم تتدارك نفسها هي المملكة العربية السعودية. من سيجني الثمن، من سيجني الثمار كلها هو الحوثي، سيكون قويا، ومن سيكون الضحية أمام هذا المعمعة كله هو الشعب اليمني. والشرعية أين من هذا كله؟ الشرعية هنيان في الفنادق، نومة أهل الكهف مزيدا من النوم. لن تدفع ثمن ولن تجني ثمار ولا لا هي جنت ثمار، ما شاء الله محهم فنادق في تركيا، محهم فنادق في ماليزيا، الله يزيدهم من فضله. هذا لكنه ليس من فضله يعني. طيب يعني المستغرب أستاذ عادل فعلا أنه
يعني في كل حلقاتنا نحن نتحدث عن الإمارات السعودية، المجتمع الدولي، المجتمع الإقليمي، ولا تطرأ الشرعية إلا يعني في طور المؤنب الذي لم يتخذ أي خطوات حقيقية. يعني هل يعقل أن يظل هذا هو السيناريو المرسوم للشرعية وقيادتها هنا وهناك؟ عندنا مثل بدوي قال واحد منها قال رجال، قال والله ما قال رجال. الناس تقول الشرعية قعوا رجال، كونوا رجال دولة، خذوا الدولة، الناس بتلتف حولكم، الناس تبغى دولة، الناس تريد مؤسسات الدولة، الناس تريد أن تتنفس ريح الدولة، تريد أن تتنفس جيش نظامي دولة، شرطة، مرور، قضاء، محاكم، بنية تحتية، تعليم، الناس كلها تلتف حول الشرعية. نعم، وتريد ذلك يعني. لكن ما لقى رحمية إلهم. خلاص رضيوا بهذا الواقع. أما أن هناك مؤامرات أكبر من قراءتنا، الله أعلم. مثل ماذا؟ والله ما أدري، قد يكون في الأخير نكتشف أن في شركاء في الشرعية في هذا كله. لكن نسأل الله ألا يكون ذلك. يعني أن يكونوا فرطوا بالسيادة وباعوها. والله منذ أحداث عمران إلى الآن القارئ يبدأ يشك أن في مؤامرات، لكن نحن نقول نسأل الله ألا يكون ذلك، نسأل الله ألا يكون ذلك. إذن برأيك يعني ما هو الذي بيد الشعب إزاء كل ذلك؟ يعني إذا قلنا بأن الشرعية متهاونة إلى هذا الحد، يعني هل يعقل أن نظل فقط في صياح ومناشدات وبيانات ولقاءات؟ يعني هل يمكن العمل يعني من الأرض؟ والله كما قلت لك الناس لازم تعمل، لابد من العمل أكثر من التنظير، والصياح والبكاء لن ينفع أحد إذا لم يكن لدينا أعمال. لازم الكل يقوم بعمل، وهناك كما قلت لك أنا سابقا أن في تحقيق وفي إنجاز. على سبيل المثال هناك محامين ونشطاء استطاعوا خلال الفترة الماضية أن يمنعوا تصدير السلاح اليمن عبر محامين دوليين، كانت هناك سلاح سيتجه اليمن عبر الفرنسيين، واستطعنا ولله الحمد أن نمنع السلاح إلى الوصول اليمن. الموجودين في المخا يعلموا ذلك، أن خلال الأشهر الماضية توقف السلاح الإماراتي تماما، لأن السلاح الذي يدخل اليمن ليعلم العالم كله أنه يقتل الطفل اليمني والمرأة اليمنية والدم اليمني، والخليجيين عندهم لعبة وعندهم فوضى لا محهم مشروع دولة ولا محهم نجاح لليمن. على اليمنيين أن يكونوا على قدر المسؤولية وعلى قدر تاريخهم الذي ينتمون إليه، وأن يلتقون في منتصف الطريق وكل واحد يقدم تنازلات للآخر حتى ننجو جميعا. إلا نسأل الله ألا نكون أن نغرق جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إذا نسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ أحمد سالم فضل الناطق باسم الائتلاف الوطني الجنوبي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور. إذا لو سألتك مباشرة أستاذ أحمد، برأيك ما هو سر تزامن ثلاث جرائم في عدن، الحوثي في الجلاء وداعش في شرطة الشيخ وكذلك القاعدة في أبين؟ هل هناك من قراءة لهذا الأمر؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ونحيي قناة بلقيس على التعلم مع هذه القضايا الهامة. طبعا ليس بجديد على هذا المحافظة، تضرب فيها هذه بأعمالها المرفوضة. وطبعا ما حصل في بالذات العاصمة عدن من تفجيرات إرهابية طبعا هي ممنهجة وتأتي في التوقيت يخدم بعض الأجندات في بعض في المناطق هذه أو في الأقليم يعني. فطبعا نحن دائما تحية يعني ما ندو أن ظهر هذا البلد الإرهابي والتدمير الممنهج الذي نعاني منه منذ سنوات، وبالذات في المحافظات الجنوبية والمحافظات اللي الآن محررة. طبعا هي محررة ولكن الخوف فيها في كل ساعة وفي كل لحظة، لا تأمن عن نفسك أو عن حياتك من هذه الأعمال التي هي ضد الإنسانية وضد الشرايع السماوية وضد كل ما اسمه هو. طبعا بالاتجاهات أو بالأجندات أنا أعتقد أنه أكثر من طرف له مصلحة في خلط الأوراق في هذه الساعات أو في هذا المنعطف الذي تمر به اليمن بشكل عام.
إذن أستاذ أحمد، يعني برأيك يعني الفوضى الموجودة الآن في عدن وربما الحديث عن تواجد سعودي مقابل هذا التواجد الإماراتي، ما الذي يمكن أن يخلقه وإلى أين تسير عدن كمحافظة محررة وعاصمة اقتصادية؟ والله بالنسبه لاخواننا او السعوديين والاماراتيين، انما طبعا اعتقد دعوهم من الشرعيه وبموجب قرارات دوليه، فطبعا احنا نامل منهم ان يتعاطوا مع هذه المهمه التي اوكلت اليوم، لانه معروف هذه النتائج الانقلاب الذي حصل في صنعاء على الشرعيه وكثير من التفاصيل. فالخوض في مساله القوات التحالف، هذا اول ما يكون الشرعيه قبل انت هل لديها كنوع من التفاهمات والتوافقات بالنسبه لهذه الملفات وبالنسبه للدولتين اللي هي فاعله؟ يعني اعتقد انه التعارف مكون من دول كثيره فاعله ما اعتقد، او كما ما اشهر في بدايه المعركه في 2015. فطبعا كثير ظهر الى السطح في هذه الايام من تناولات سواء إعلامية أو سواء في مواقع اجتماعية حول بعض التباينات يعني. فنحن طبعا نعمل أن يتفهموا هذا الإخوان الذي أتوا للمساعدة الشرعية أن يساعدوا الشعب اليمني سواء في المحافظات الشمالية أو في المحافظات الجنوبية، ولا يزيدوا كثير بالله يعني. نحن مع التحالف أن نكون شركاء في هذه المنطقة التي هي منطقة حساسة بالنسبة للأمن، سواء الأمن الإقليمي أو الامن الدولي يعني، وجوده على اهم مضيقين هرمز وباب المندب وكثير من المواقع جيوسياسي مهم، وفي كثير من التنازعات كثير من الاجنده وكثير من الاطراف اللاعبه في هذا الملف. طبعا نحن نعمل وندعو للتعقل ولاعاده القراءه الصحيحه. الشعب اليمني معروف انه لن يقهر مهما مرت عليه من مآسي ومن كوارث، ولكن صبور. و الى الان نحن نامل ان تعاد القلع في بعض الامور، ونحن طبعا في الائتلاف نحن مع طبعا التعايش السلمي ومع تامين حقوق الكل ومع نبذ الاعمال اللي هي تمس الانسانيه وتمس حياه. نعم، ما هو تعليقكم عليها استاذ أحمد، خاصة يعني أن ردة الفعل جاءت يعني عنيفة وغير متوقعة ونحو طرف لا شأن له، البسطاء من الباعة المتجولين من الذين ذهبوا من جحيم الحوثي يتوقعوا أنهم سيجدون الأمن والسلام في محافظة محررة وهي عاصمة مؤقتة لجميع اليمنيين؟ ونحن نرفض هذا الاشياء، نرفضها جملة وتفصيلا، ولست اولا لا تتفق مع اعرافنا ولا مع اخلاقنا ولا مع التشريعات الوضعيه او التشريعات السماويه، خاصه الانسان الذي هو يعني بريء والذي هو ليس له علاقه، والعمل السياسي ليس هو عمل يعني موجه ضد فئات معينه. نحن ندين هذه الاشياء ولا 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 نقرر ولا نتفق معها ونعتبر ان هؤلاء الذي يقومون بهذه الاعمال لا يمثلون القيم الاخلاقيه لابناء الجنوب. الان كل ما ينشر هناك في عدن تقوم بعض القوى الفوضويه، ونحن مرفوض. انا طبعا حققت في الحراك، انا من متاسس الحراك، موجود في الحراك وفي الائتلاف الوطني عن الحراك. نحن بدانا في الحراك عمل سلمي، وكنا على مدار الاسبوع نقوم ب فعاليات ايام النظام صالح. فكنا يعني لن نمس اي شيء، وكان يعني ادبياتنا انها عمل سلمي، وكانوا الاخوان موجودين سواء من المدنيين او من البحث. نعم. وصلت الى مليونيات لن تمس، وليس من ادبياتنا. هذه ادبيات مرفوضه، والذي يمارسها مردود عليه ولا تمثل شعب الجنوب سواء من اي منطقه. هذه شيء هي أنا من ردود الافعال التي هي غير مبرره يعني. ما فيش، انا اعتقد انه اللي سقطوا في خلال مرحله التحرير منذ البدايه كثير من الشهداء، والذي سقطوا في التفجيرات منذ جعفر محمد سعد اللي كان محافظ محافظه عدن، مرور بكثير من الشهداء الذي سقطوا بهذه الاعمال الاجراميه، لا تكون رده فعل
على إنسان بري. وطبعا العاصمة أحد المدينة الكونية يعني منذ تأسيسها وتقبل الكل، ومع احترام الحياة المدنية ومع احترام القوانين ومرحب بالناس كلها. وهذا نحن لا يعني نزين هذه الأعمال ضد أبناء أي منطقة كانت، ليس مدة وليس وارد هذا عمل غير صحيح، والذي يرتكبه مردود عليه ولا يمثل أي جهة أعتقد أنها سواء في مجتمع قبلي أو اتجاه سياسي. نعم. في تحرير من بعض الوافدين على الحياة السياسية أو بعض الذين ركبوا الموجة في أثناء ما انطلقت عملية عاصفة الحزم، فظهرت بعض الشخوص غير مؤهلة وغير ذا، فتخلط الأوراق وتريد أن تقفز وتسجل مواقف بشكل مرفوض جملة. نعم. وتفصيلا. إذا شكرا جزيلا لك أحمد سالم فضل الناطق باسم الائتلاف الوطني الجنوبي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ عادل. أستاذ عادل، ونحن نتحدث مع الأستاذ أحمد حول يعني لو تحدثنا أيضا عن الجانب الاجتماعي حول ما حدث بعد كل الفوضى التي حصلت، توجه الغضب نحو أناس لا شأن لهم بالأمر، تم طردهم، إهانتهم، تصويرهم، إذلالهم، كيف تابعت هذه الحوادث خلال الأيام الماضية؟ والله ما حصل هو منكر لا ترتضيه شرائعنا الدينية، شرائع الإسلام، وعيب وعار أسود لا ترتضيه عرافنا القبلية التي ننتمي إليها، لا يرتضيه الشرع ولا ترتضيه قبيلة. سبق أناس كثير وقتلوا في محافظة عدن بالعشرات كما أكد الأستاذ، ولم تكن ردة الفعل هكذا. من قبيلة باكازم فقط في تفجير واحد قتل أكثر من 100 شخص، لم يذهب كازمي واحد، مع أنهم بدو مساكين ما هم مثقفين ولا متعلمين ولا بسطاء قبائل، لكن ما يمكن عيب وعار أنه يروح لبائع طماط ولا بطاط ولا حلاق، عار وعيب أسود يتحملوه الأخوة من مناطق معينة. نحن هذا أخوتنا وما لنا عذر منهم ولا لهم عذر مننا، لكن عندما يرتكبوا العار والعيب الأسود نقول لهم تحملوا، لا يمكن إحنا نكون شركاء في التاريخ في هذا العار الأسود الذي حصل. عيب الحوثي يتزمل من كرش ويتزمل من ثرة، من هو رجال يقدم للحوثي الذي قال لك قتلتك وبقتلك عدني، وتروح لحلاق ولا تروح لبيع طماط وبطاطا وتشتيني وافقة كله روح معك، عيب وعار هذا لا يمكن. لكن هناك حصل يعني إنكار كبير من المجتمع، ولهذا حتى أنا أنبه بعض الأخوة النشطاء في المحافظات الشمالية أن يناقش الموضوع بنوع من الشفافية ولا يدخل الحساسية. الجنوب من المهرة إلى باب المندب، يعني هناك مزاج شعبي رافض لهذا الكلام، لا داعي أن يقول من أبناء الجنوب، لا هذا منطقة أو منطقتين معينة معروفة، حتى الشرفاء والكرماء في هذه المنطقتين من باب العدل أنكروا هذا العار والعيب الأسود. نعم. وأنا أقول للأخوة هذا الذي رحلون في دي الناس، إذا كانت هذه العصابات رحلتك فوضي أنها دخلوني في حفرة، دي أنها رحملك من الحفرة، إحنا جنينا كلنا يعني أيها ليست يعني ليست القضية من أبناء تعز، كلنا نجني ثمار هذه العصابات عندما لا يكون لها برنامج واضح ولا يكون لها دولة ولا يكون لها نظام، فهي لن تتعامل يعني تتحكم بها بالواتساب سيد أبوبة، فسنجني ثمارها جميعا. ما هو دور السلطات الأمنية أستاذ عادل؟ لماذا لم يعني يوقفوا هذه الممارسات منذ لحظتها الأولى؟ يعني نعلم أنه ربما بعد الانفجار بدأت تظهر أصوات هنا وهناك بأنه تم التوجه للباعة من أبناء محافظات الشمال، ولم يتم اتخاذ أي إجراء. يعني اليوم الثاني ازدادت وتوسعت وربما بدأت تنشر بصورة أوسع، لماذا يعني تنتظر الداخلية كل ذلك وهي يفترض مثلا بوزيرها موجودة هناك؟ هو أيضا شوف الحادث في عدن حصل في مربع معين، في خط 90، في المنصورة، في شوية في يعني في مناطق معينة، خور مكسر لم يستطيع الدخول، الشيخ عثمان تصدوا لهم، دار سعد تصدوا لهم، كريتر أيضا، يعني في كثير من المربعات الجهات الموجودة هناك لم تسمح لهم بذلك من باب أيضا قول كلمة الحق. ودور الدولة ضعيف صراحة، مش في عدن وبس، في جميع المناطق المحررة الميليشيات هي التي هي المسيطر الأقوى، بحكم أن الداعم، والحقيقة أننا يجب أن نقول للعالم كله أن السلاح الذي قتل سلاح إماراتي، المدرعة التي خرجت مدرعة إماراتية، الشخص الذي حمل الباعة هو شخص إماراتي، حتى البيادة العسكرية التي يلبسها هذا الجندي بيادها إماراتية،
نضع النقاط على الحروف ونقول للعالم كله أن الإمارات تزرع عصابات ومقنعين وملثمين ينتهكوا حقوق الإنسان، مارسوا جرائم حرب ضد المدنيين وباعه ومتجولين. لا يمكن لقوانين العالم أن ترضى بهذا، ونحن نجمع ملف في هذا، وأدعو كل النشطاء وكل الإعلاميين وكل الحقوقيين أن يسيروا في هذا الاتجاه، فهم يعرفون ماذا سيجنون من هذا الانتهاك الكبير اللي حصل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عادل الحسني الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.